كربونيك انهيدريز، يعني اذا بنعطي خمير مادي بتسقط هالكربونيك انهيدريز بتسقط كثير نقل سي او 2 من الانسجه الى الرئتين. اذا هي نقل ثاني اكسيد الكربون في الدم، هون بتعرف هالثلاث اشكال من النقل. منحل بالبلازما وهذا 23% محمولا على خطاب الدم بشكل هذا، يعني طبعا هذا هو البقيه 93% محمول على خطاب الدم، بس فقط 23% بينحمل بشكل مباشر و 70% على شكل شارده بيكربونات، وشارده بيكربونات طبعا هلا هذا شايفينها بتطلع من الكريات الحمر الى بالمصوره ويجري تبادلها بشارده الكلور، يعني حتى نحافظ على الكهربائيه شارده الكلور، ف 70% ينقل على شكل شارده بيكربونات، بس هاي بوجود الكربونيك انهيدريز، يعني اذا ما كان في عندنا كربونيك انهيدريز ينقص كثيرا نقل ثاني اكسيد الكربون من الانسجه الى الرئتين. إذن هاي الصياغة الكيميائية اللي بينتقل فيها CO2. هلا هاي النقاط الهامة لازم تعرف إنه العامل، يعني نقل الأكسجين كيف بيصير، نقل CO2 كيف بيصير، العامل الأساسي اللي بيحدد ارتباط كل منهما بالخضاب اللي بتزيدها والنقصة الاثنين. إذن هلا اللي بينتقل من ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين تعادل الكمية المنقولة 0.3، يعني قديش تطلع 7%، لأنه هلا بدنا نعرف تقريبا بكل 100 ملل من الدم أي تعادل الكمية المنقولة 0.3 ملل تقريبا بكل 100 ملل أي 7%، هي من كامل مو هي 0.3 أي 7% من كامل ثاني اكسيد الكربون المنقول. طبعا هلا نحن بالنسبه لكمان نفس الشيء، في عندنا عامل بيحدد ارتباط سي او 2 بالخضاب هو الضغط، وفي عوامل ثانيه مساعده مثله تقريبا مثل ثاني اكسيد مثل الاكسجين، بس هون بالنسبه للاكسجين في عندنا تراوح بالضغط ما بين 104 بيوصل انه بالاسناف بيوصل ل 40 او يعني اقل من ذلك ضمن الانسجه او حتى اقل من ال 40 ضمن الانسجه، فمجال الاختلاف في الضغط عالي، يعني شيء 60 ملم زئبق 64 ملم زئبق تقريبا، بينما بالنسبه لثاني اكسيد الكربون شايفين انه الاختلاف هلا بالدم الشرياني كان 40 بالدم الوردي 45، فمجال الاختلاف 50 ملي متر زئبق. طبعا هلا السبب في ذلك انه ثاني اكسيد الكربون انتشار وذوبان بالاغشيه الخلويه اعلى بكثير من الاكسجين. هلا تاثير تفاعل الاكسجين مع الخضاب فعل هالدان وفعل بور. هلا ليك فعل بور، خلينا نشوف هلا فعل بور طبعا هلا وفعل هالدان. هلا هاي شايفه بالنسج، طبعا بالنسج اذا شايفين بالنسج انا في عندي بالنسج بي سي او 2 مرتفع وبي او 2 منخفض بالنسج، فطبعا هلا بي سي او 2 لما بيكون مرتفع هلا تأثيره المباشر للبي سي او 2 لما بيكون مرتفع بيزيد ارتباطه مع شو؟ مع الخضاب. هاي هلا هاي لودين، يعني انه حمل، انه الخضاب لا الخضاب بيزيد حمله لسي او 2 هذا بشكل مباشر. طيب هلا بي سي او 2 لما بيرتفع دائما بترتفع شوارد الهيدروجين. هلا شوارد الهيدروجين بول افكت، شو هو اثر بول؟ أثر بور هو تأثير شوارد الهيدروجين المرتفعة و CO2 المرتفعة على الهيموغلوبين أفينيتي فور الـ O2، هاي تأثير بور. إذا تأثير ثاني أكسيد الكربون وشوارد الهيدروجين على الهيموغلوبين أفينيتي للأكسجين،
هلا شو عم تعمل للهيموجلوبين اللي بدي لك وانا هلا هاي ارتفاع البي سي او 2 يعني هاي ارتفاع البي سي او 2 وهي ارتفاع شوار الهيدروجين اذا طلعنا لهون للهيموجلوبين شو عم يعملوا ما ينقصوا ميل الهيموجلوبين للاكسجين اذا ارتفاع سي او 2 وارتفاع شوار الهيدروجين بيبور افكت انه بينقصوا ميل الهيموجلوبين ولع الهيموجلوبين بالاكسجين فبيخلوه للهيموجلوبين يتركوا للاكسجين هذا ما يحدث في النسج طبعا هلا البي او 2 انخفاضه هلا هذا بالنسج دايركت افكت شو بيعمل دايركت افكت انه دايركت افكت انه نحن نقص ضغط الاكسجين بنقص ميل الاكسجين للارتباط بالخضاب هذا بشكل مباشر طيب هلا عندنا هاليدان افكت شو هو انه لما بيكون الاكسجين اللي تاثير ضغط الاكسجين يعني هو هلا البول افكت معناته تاثير سي او 2 والهيدروجين على نقل الاكسجين والهاليدان تاثير ضغط الاكسجين تاثير الاكسجين على نقل سي او 2 ويقال انه هاليدان افكت تاثيره من الناحيه الكميه هاليدان على نقل سي او 2 اكثر من الناحيه الكميه من تاثير بور في نقل الاكسجين اذا بور هو تاثيره بنقل الاكسجين من الرئتين الى الانسجه هاليدان هو تاثيره بنقل سي او 2 من الانسجه الى الرئتين على هاي في الرئة شايفين بي او 2 مرتفع تركيزه وبي سي او 2 منخفض فطبعا هلا بي او 2 المرتفع دايركت افكت بيزيد حمل او بيزيد ميل الاكسجين للارتباط بالخضاب و على تاثير هاليدان افكت على تاثيره على السي او 2 طبعا هلا لما البي او 2 مرتفع على السي او 2 تاثيره اذا ارتفع الاكسجين بيصير ميل الخضاب للسي او 2 اقل ميل الخضاب للسي او 2 اقل فيعني فبصير هلا هاي ميل فالهيموجلوبين افينيتي طبعا هلا هاي للاو 2 اكيد لما بيزيد البي او 2 ارتفع الضغط بيزداد ميل الاكسجين ميل الخضاب للاكسجين اذا هاي تاثير بور افكت وهاليدان افكت هلا تنظيم التنفس طبعا هلا اولا عندنا التنفس نحن بدنا نقول عنه التنفس انه هل هو فعل اراده ولا لا اراده يعني شخص اثناء النوم لا إرادي ومع ذلك انه يستطيع الانسان ان يوقف تنفسه او يسرع تنفسه معناتها لا إرادي فمعناتها هو تنفس فعل لا إرادي تتحكم فيه الإرادة فعل لا إرادي تتحكم فيه الإرادة بمعنى اخر انه تنظيم التنفس او تنظيم التنفس يعني طبعا كمان نقطه ثانيه اي شخص يستطيع انه يوقف تنفسه يعني تستطيع توقف تنفسك ولكن الى وقت معين يعني تستطيع ان اي واحد يوقف تنفسه بس بيوقفه لحدود معينه يصبح من المستحيل ايقاف التنفس طبعا هالحد المعين وهو تغير تركيز O2 و CO2 في الأنسجة بس نقص O2 أو زاد CO2 عن حد معين يصير التحكم اللا إرادي هو الأقوى طبعا هلا مثلا انا اذا بدي اقول شو الهدف النهائي للتنفس هو
هو تحكم بتراكيز معين لأوتني وسي أوتني في النسج ملائمة لعمل إنزيما لعمل النسج لعمل مختلف الأجهزة. هذا الهدف النهائي للتنفس. طبعا الجهاز العصبي يقوم بضغط معدل التهوية السنخية طبقا لمتطلبات الجسم. يعني شفتوا أنا في عندي شهيق وزفير. بهالشهيق عم دخل 500 ملل لتر وبالزفير عم طالع 500 ملل لتر. هذا تايد الفوليوم. هلا أنا عندي هالكميات من الهواء عم تدخل وعم تخرج. أحيانا في بعض الأحيان أحتاج إنه لكمية من الأكسجين أكثر. وفي كم بحالات لكمية أقل. أثناء الجهد بدي كمية أكبر من الأكسجين. أثناء النوم بدي كمية أقل من الأكسجين. فطبعاً لازم يكون أنا فيني أتحكم بـ CO2 و O2 بالجسم عن طريق تهوية سنخية. يعني هلأ أنا مثلاً أتنفس 12 مرة بالدقيقة. لكل مرة عم دخل 500 وطالع 500. إذا الجسم بده أكثر شو لازم أعمل؟ لازم سرع التنفس. بدل 12 مرة أعمله 24 مرة حتى يعني كمان زيد التايدل فوليو. يعني زيد يعني بدي فيني زيده عن طريق زيادة يعني زيادة كمي. تذكرتوا أن التهوية السنخية بالدقيقة بالحالات الطبيعية 4.2 لتر. أنا إذا كانت فيني زيده هالكمية وفيني نقصة فيني زيده عن طريق زيادة التهوية زيادة عدد مرات التنفس وفيني نقص عن طريق انقاص عدد مرات التنفس. فالجهاز العصبي يقوم بضبط معدل التهوية السنخية طبقا لمتطلبات الجسم. متطلبات الجسم زادت يزيد التهوية السنخية. نقصت نقص التهوية السنخية. فلذلك بالحالة السوية ضغوط CO2 وO2 بالدم تبقى لازم تبقى. هلا ليك انا في عندي ضغوط. هالضغوط هي من الاتان التي تحتاج الى الحفظ. انه ضغط O2 و CO2 بالدم الشرياني والدم الوريدي. يعني أربع ضغوطي فقط. ضغط O2 بالدم الشرياني 95 وبالدم الوريدي 40. CO2 40 بالدم الوريدي بالدم الشرياني و45 بالدم الوريدي. هالأربع أرقام 95 40 45 40. فهالضغوط هاي لا CO2 وO2 ما بتتغير إلا بصعوبة بالحالات السوية. أما إذا في حالة مرضية هاي شيء ثاني. من هون بتبلش بالأمراض التنفسية. دائما في عندي بياخدوا بالأمراض التنفسية دم شرياني ودم وريدي وبيعايروا O2 وCO2 بالدم الشرياني والدم الوريدي. ومن عن طريق هالمعايرة يمكن مراقبة كثير من الأمراض التنفسية. مراقبتها ومراقبة حالات في حالات العلاج. لما بدنا نعالج حالة معينة بدنا نعرف إذا تحسنت ولا ما تحسنت. بنراقب O2 وCO2 بالدم الشرياني وبالدم الوريدي. هلا بدنا نشوف أنا كيف التحكم بالتهوية السنخية أو التحكم بالتنفس. هلا المركز التنفسي مركز التنفسي قسمين. في قسم موجود هذا باللون الأسود هذا قسم موجود في البصر. والقسم الثاني هذا باللون الأحمر وهذا اللي بدائرة فيها خطوط منقطة هاي موجود في الجسر. فطبعا أنا في الجسر إذا شايفين في قسمين هذا اللي بسموه هذا النيوموتاكسيك سنتر وهذا الأبنيوستيك سنتر. طبعا لا أنتوا على التفاصيل اللي مكتوبة. بس أنا أولا المركز التنفسي من قسمين. قسم بالبصري وقسم بالجسر. القسم بالبصري فيه المجموعة التنفسية الظهرية. وهاي مجموعة إذا نبهت عصبوناتها يحدث الشهيق. طبعا الشهيق يحدث عن طريق عضلات يعني تنبيه عضلات معينة بالجدار الصدر بتزيد حجم جوف الصدر. منا عضلة حجاب الحاجز. يعني أي عضلة بتزيد حجم جوف الصدر عضلة شهيقية. عضلة بتنقص حجم جوف الصدر عضلة زفيرية. ففي عندي هالمنطقة هاي الدورسال ريسبيراتوري جروب إذا نبهت هالعصبونات هون تنتقل هالإشارة من هون عبر سبل عصبية
الى القرون الاماميه، هاي لكم هاي الى القرون الاماميه للنخاع الشوكي، هاي من هون الى القرون الاماميه للنخاع الشوكي، مثلا مكان خروج العصب الحجابي او بعض الاعصاب اللي بتروح للاطراف الشيكي. فهاي هالمجموعه مجموعه تنفسيه ظهريه فيها عصبونات للشريك. هون بالمجموعة التنفسية البطنية في عصبونات للشهيق وفي عصبونات للزفير. وأنا عندي بالجسم في عنا أنه لما بتكون عصبونات الشهيق عم تشتغل لازم تكون الزفير مصبطة، وإذا كانت الزفير عم تشتغل لازم تكون الشهيق مصبطة. يعني ما بصير يشتغلوا اثنيناتهم مع بعض، إذا اشتغلوا مع بعضهم بصير في حالة أنه الهيكب أو الحسقة. هلا بتاخذوا بناخذ الجهاز التنفسي، اذا انه صار فيه اضطراب بعمل عضلات الشهيق وعضلات الزفير انه تقلصوا اثنيناتهم بنفس الوقت، ما بصير يتقلصوا او يتم بعث الاشارات لهم بنفس الوقت. اذا هلا في مركز بصري، هالمركز البصري في مجموعه تنفسيه ظهريه شهيقيه تنفسيه بطنيه فيها شهيق وزفير. هلا انا لازم يكون في عندي طبعا هلا المركز الجسري هو عباره عن مركزين، مركز نيوموتاكسيك سنتر كمان في عصبونات لازم تكون للشهيق وللزفير، وفي الابنيوستيك سنتر عصبونات للشهيق وللزفير. هلا اولا لازم يكون في عندي انا اذا شخص ما يتنفس اثناء النوم، فالتنفس اثناء النوم عباره في عندنا اشارات تخرج من مكان معين من عصبونات معينة موجودة في هالمركز التنفسي، هاي تشبه العصبونات أو الخلايا العصبية الموجودة في العقد الجيبي للقلب، يعني بمثابة بيس ميكر، إنه هاي شغالة باستمرار، وفي عصبونات هون بالتنفس شغالة باستمرار، شغالة باستمرار، هاي عندما تعمل تبعث إشارات لعضلات الشهيق، وعندما تتوقف يحدث الزفير بشكل منفعل. هلا هيك بالحالة الطبيعية في إشارات تخرج من عصبونات معينة بمركز التنفس تخرج إلى عضلات الشهيق يحدث الشهيق، تتوقف هذه الإشارات يحدث الزفير، شهيق فاعل زفير منفعل. هيك بالحالات السوية، يعني شخص يتنفس وهو نايم. طبعا هالعصبونات انتم مو موضحة مين مكتوبة، بس هي موجودة في منها بال يعني هالعصبونات اللي عندها النمط من العمل المستمر او الانترنسك اكتيفيتي الفعاليه المستمره اللي تشابه الخلايا الموجوده في العقد الجيبيه موجوده في الدورسا ريسبيراتوري اللي بهالمنطقه بالتنفسيه الظهريه، لذلك بتطلع اشارات من هون الى الحجاب الحاجز، يعني الى هالمكان، المكان اللي بيطلع منه العصب الحجابي للحجاب الحاجز، بيتقلص الحجاب الحاجز شهيق، بتتوقف هالاشارات. هلا طبعا فلا في اليات بتوقف هالاشارات، مثلا تستمر هالاشارات 3 ثواني شهيق، ثانيتين شهيق، تتوقف لمده 3 ثواني فما عاد في اشارات بتروح للحجاب الحاجز، بيسترخي زفير، فهلا صار شهيق وزفير. هلا اذا المركز التنفسي طبعا هلا هاي كمان نفس الشيء، بهذا في مركز تنفسي هاي اذا شايفين هلا هون في عندنا مجموعه من هاي باللون الزرق هذا بنفسجي، هذا هاي دورسال ريسبيراتوري جروب، اذا شايفينها بتطلع منها الاشارات للقولون الامامي للنخاع الشوكي، من القولون الامامي للنخاع الشوكي بعصب اسمه العصب الحجابي بيروح للحجاب الحاجز. وفي هنا هون عصبونات باللون الازرق، في عصبونات للشهيق وللزفير. طبعا هلا هاي في مركز النيوموتاكسيك، هذا مركز بالجسر، طبعا هلا مبين واحد منهم، بس في واحد ثاني هون اذا شفتوه هذا الابنيوستيك بسموه الابنيوستيك سنتر، في مركزين لهم علاقه بانه انا اولا عندي تنفس نمطي بسموه تنفس هادئ سوي، انه اثناء النوم في اشارات لمده ثانيتين تخرج من المركز التنفسي للحجاب الحاجز بتعمل له تقلص شهيق، تتوقف الاشارات 3 ثواني زفير، اذا شهيق وزفير. انا هالعمليه فيني سرعه وفيني بطئه،
تسريع وتبطيئه ده بده تدخل المراكز الموجوده في الجسم، يا بسرع العمليه يا ببطء العمليه. هلا بدي انا اعرف التحكم بفعاليه المركز التنفسي. طبعا التحكم بفعاليه المركز التنفسي، انا هالمركز التنفسي شو التحكم فيه؟ انا شفنا انه اراده ولا اراده. انا فيني اتحكم بفعاليه المركز التنفسي المؤلف من منطقتين، منطقه بالجسر ومنطقه بالبصري، فيني اتحكم فيه اراديا ولا اراديا، وايهما الاقوى؟ لا اراديا. طبعا لا اراديا تزداد فعاليه المركز التنفسي او تنقص وفقا لمعدل استهلاك الجسم من الاكسجين يعني وفقا لتراكيز O2 وCO2 في الجسم. اذا O2 وCO2 اذا تذكروا عن اليه التلقيم الراجع السلبي، انا في عندي لازم تكون هلا معناتها باليه التلقيم الراجع السلبي، تذكروا في مستقبلات بترافق يعني بتراقب المتغير وبتبعث الاشارات للمركز، والمركز بيقارن بين اشارات معياريه وبين يعني بين اشارات معياريه وبين انه حاله زياده او نقص في الاشاره، ثم بيبعث اشارات الى المركز الى الاعضاء المنفذين. هون بهالحاله معناتها انا في عندي لازم يكون في مستقبلات بالجسم بتراقب O2 وCO2 وبتبعث الاشارات للمركز التنفسي. هالمركز التنفسي عنده شيء معياري بيبعث اشارات هو الى العضلات التنفسيه، وبيبعث اشارات يا تسرع التنفس يا تبطئ التنفس. يتم التحكم بفعاليه المركز التنفسي بطريقين، تحكم كيميائي وتحكم غير كيميائي. طبعا تحكم كيميائي هو اليه تلقيم راجع سلبي، تحكم غير كيميائي صار تحكم عصبي، انه انا فيني هلا وقف تنفسي او سرع تنفسي، هاي باليات عصبيه او اراديه. فانا بدي ادرس التحكم الكيميائي بالتنفس. طبعا احنا درسنا شو درسنا الهدف النهائي للتنفس؟ نحافظ على HCO2 وO2 بتراكيز مناسبه لعمل الاجهزه بالجسم. معناته لما بيتغير CO2 او الهيدروجين او الاكسجين معناتها تزداد فعاليه المركز التنفسي او تنقص. فانا اولا عندي O2 وشوارد هيدروجين، هدول بياثروا على المركز التنفسي، يعني بدنا نقول على المركز التنفسي. طبعا المركز التنفسي مؤلف من قسمين، بصلي وجسر، بس هذا ما بياثروا بشكل مباشر على المركز التنفسي، بياثروا على مركز قريب منه وهو بعدين بيتحكم بالمركز التنفسي. الاكسجين طبعا لا يملك اي تاثير مباشر على المركز التنفسي في الدماغ، وانما يعني هلا بدنا نشوف انه في عندي انا بالمستقبلات اللي بتراقب O2 وCO2 وشوارد هيدروجين في مستقبلات مركزيه ومستقبلات محيطيه. هلا المركزيه بتراقب CO2 وH، المحيطيه بتراقب الكل، بتراقب الكل يعني بتراقب مثلا كاربين بس الاكسجين، بس هي بتراقب الكل. وهلا بدنا نشوف بس يعني في بشكل اساسي او الاقوى بتراقب الاقوى تاثيره عليها هو الاكسجين، بس مو معناته انه CO2 والهيدروجين بياثر عليهم. طبعا اذا الاكسجين بياثر بشكل كامل تقريبا على المستقبلات الكيميائيه المحيطيه. ليك هلا في عندي مستقبل، طبعا شايفين هلا الانسبيراتوري هاي اريا، هاي يعني فينا نقول عنا المستقبلات او العصبومات الموجوده في المنطقه الظهريه. تتذكروا البصري؟ قلنا بمركز تنفسي في بالبصري قسمين، ظهريه وبطنيه، هاي المنطقه الظهريه. اذا شايفين الاشارات من وين بتجيها؟ في عندي هاي المنطقه هون، منطقه حساسه للتنفس. هاي هالمنطقه الحساسه هاي المنطقه الحساسه موجوده، ليك هلا منطقه حساسه كيميائيا بالمركز التنفسي، هاي كيمو سنسيتيف اريا،
تتوضع على الجانبين أسفل السطح البطني للبصري بأقل من مليمتر واحد. هاي تتأثر بشوارد هيدروجين، وهاي بتكون المنبه المباشر الوحيد لهذه العصبونات. ليه؟ هلا إذا شايفين هالمنطقة هاي، هاي الموجودة بالمركز التنفسي، هاي موجودة، هاي حساسة فقط لشوارد هيدروجين، فقط لشوارد هيدروجين. بس نحن في عنا بنعرف إنه شوارد هيدروجين. هلا هاي هالمنطقة ضمن يعني ضمن الحاجز الوعائي الدماغي، يعني الحاجز الوعائي الدماغي راح ندرسه بآخر فصل. هو عبارة عن عندي أنا الأوعية الدموية اللي بتمر بالدماغ، جدارة الأوعية الشعرية بالدماغ، نفوسيته مثل نفوسية الشعريات مثلاً بأنسجة الجسم الأخرى، بالعضلات أو بالرئتين أو بالكلية أو بأي منطقة، إنه نفوسية معينة. ذكروا إنه نفوسية طبقة ونفوسية. هون بنسج الدماغ نفوسيته للهيدروجين تقريباً شبه معدومي. الهيدروجين ما في مر عبر يعني إذا كان الهيدروجين بالدم ماشي بالدم، ما في يدخل إلى الدماغ. فمعناته ما في يوصل لهالمنطقة الهيدروجين، ما في يوصل أبداً لهالمنطقة. ومع أنه هو المنبه المباشر الوحيد، بس نحن عندنا كيف معناته صارت. كل ما ارتفع CO2 في الدم، كل ما ارتفع CO2 في الدم، CO2 بيتحد مع H2O بيتشكل H2CO3. طبعاً هذا بيتشرد لH، طبعاً على هذا CO2 يستطيع العبور عبر الأوعية الشعرية بالدماغ بسهولة. هو بيعبر كل أنسجة الجسم بسهولة. فهلا أنا في عندي مثلاً ارتفع CO2 بالدم وارتفع الهيدروجين. الهيدروجين بالدم ما في يدخل عبر الأوعية الشعرية للدماغ، بس CO2 بيدخل بسهولة. هلا CO2 ما بيأثر، بس هون دائماً CO2 مع H2O هاي ضمن الدماغ ما حكينا، يعني بعد ما عبر الوعاء الشعري CO2 زاد H2O تشكل H2CO3 تشرد لH. فكل ارتفاع بCO2 الدم، هذا الدم بده يدخل إلى عبر الأوعية الشعرية للدماغ، يعني وصل لعند أنسجة لعند المنطقة. كل ارتفاع بCO2 بده يرافق ارتفاع بالهيدروجين، كل انخفاض بCO2 انخفاض بشوارد الهيدروجين. شوارد الهيدروجين هي بتنبه المستقبلات. فإذا زاد تنبيهها لشوارد الهيدروجين تبعت إشارة للمركز التنفسي لازم تسرع من شان معناتها تخلص من CO2. نقصد الإشارة بطئه من شان بطئ التهوية التنفسية. فإذا هلا لازم تكون وصل، يعني لازم صار في عندنا طبعا هلا إذا شايفين ذكر CO2 وH2O هذا بيتفاعل لحاله يعني بشكل، بس بوجود الكربونيك أنهيدريز يتسرع التفاعل 5000 ضعف، وهذا الكربونيك أنهيدريز موجود بهالمنطقة، يعني بأنسجة الدماغ موجودة هالخميرة الكربونيك أنهيدريز حتى تسرع هذا التفاعل 5000 ضعف. إذا ليه؟ هلا إذا جاك السؤال إنه شوارد الهيدروجين بالدم ما لها أي تأثير مباشر على، لأنه ما فيها تعبر الحاجز الدموي الدماغي، وسي او 2 بالدم ما له أي تأثير على، يعني سي او 2 بالدم أو سي او 2 بشكل مباشر ما له أي تأثير على هاي الخلايا. اللي بيأثر عليها شوارد الهيدروجين. فمعناتها أنا كيف بدي أوفق؟ أنا في عندي شيء إنه سي او 2 بالدم إذا ارتفع أو انخفض عن طريق شوارد الهيدروجين بيأثر على هالمنطقة. أما هي إذا جاءت السؤال إنه التأثير المباشر الوحيد أو المنبه الوحيد للخلايا الحساسة عصبونية في المركز التنفسي شوارد الهيدروجين، يعني هي حساسة لشوارد الهيدروجين فقط، بس لتغيرات في الدم لزيادة CO2 أو نقص CO2 لأنه بده يؤثر على شوارد الهيدروجين، يا بيرفعها أو بيخفضها. علاقة طردية، ارتفع CO2 ارتفعت شوارد الهيدروجين، انخفضت CO2
انخفض الجوارح. هلا هاي كيمو ريسبتور نيرونز هاي موجود ديك. هذا وعاء دموي، هذا وعاء دموي. الوعاء الدموي ضمن انسجه الدماغ. هاي سي او 2 بيعبروا بسهوله، بس شوارد الهيدروجين ما فيها تعبروا ابدا مطلقا. حاجز هذا الحاجز الوعاء الدماغي انه هالخلايا هاي الباريا، هذا الحاجز البلط الحاجز الدموي السحائي، يعني هذا الحاجز اللي موجود عباره عن جدار الوعاء الدموي، هذا بيخلي السي او 2 يعبر بسهوله، بيعبر بكل الانسجه بكل خلايا بكل الاغشيه الخلويه بالجسم بسهوله، نتيجه انه بسبب انه انحلاله او العالي بالشحوم وحجم جزيئاته بيعبر بكل اغشيه الجسم بسهوله. هذا السي او 2، اما الهيدروجين ما في يعبر. يعني هالمنطقه هون مع انه ليك شايفين الهيدروجين هو اللي بياثر على الخلايا، يعني سي او 2 ما بياثر على الخلايا. طبعا الارتفاع سي او 2 في الدم سوف وبشكل سريع بده يرافق ارتفاع اتش، يعني بجانب هالمنطقه الحساسه كيميائيه، وبالتالي بياثر على هالعصبومات تبعث منها اشاره الى المركز التنفسي سواء كان دورسال او الفينترا، يعني للمجموعه التنفسيه الظهريه او البطنيه. طبعا اي اليه التلقيم الراجع سلبي، يعني احنا حكينا عنها بشكل كبير جدا، هذا النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. يعني انا عندي زاد السي او 2 بالجسم لازم يكون في اليه لانقاصه. كيف بدي انقصه؟ انا بزيد التهويه، بزيد التهويه فبتخلص من سي او 2. نقص السي او 2 بالجسم نقص التهويه بزيد السي او 2، فخلي لي انا السي او 2 ضمن حدود معينه والاو 2 ضمن حدود معينه. اذا زادوا او نقصوا كل وحده الى اليه تلقيم راجع سلبي بتنصنع. انا مثلا شايف بلازما سي او 2، طبعا هلا بلازما سي او 2 مثلا فرضا اذا نزلت أو 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 طلعت. هلا البلازما سي أو 2 لما طبعا بتنزل معناتها شوارد الهيدروجين بدها تقل بعند الكيمو ريسبتور إن مضلة بلانك، هذا نقصت فهذا الريسبيراتوري سنتر إن مضلة نقصت تنبيهاته إلى القولون الأمامي للنخاع الشوكي الريسبيراتوري مصل مصلز انكريز سنتيليشن. شفنا هاي بلازما سي او 2 زين. لما بيزيد سي او 2 لازم يزيد تهوي، ولما بتنقص السي او 2 تنقص التهوي. نعم اذا زاد السي او 2 بالدم لا لازم تزيد التهوي السلبي عشان تخلص من سي او 2. هلا هي تاثيرات زياده بي سي او 2 الشرياني ونقص بي اتش الدم الشرياني في التهويه السمكيه. طبعا هلا زياده بي سي او 2 الشرياني ونقص بي اتش الدم، طبعا نقص بي اتش الدم يعني زياده سواد الهيدروجين. فهلا انا زياده سي او 2 وزياده شوارد الهيدروجين شو عم تهمل؟ هلا هاي البي اتش طبعا زياده، هلا لما بتزيد ال اذا في بعدين
هلا هاي اذا شايفين هلا هاي البي اتش طبعا لما تنقص يعني البي اتش زياده شوارد الهيدروجين نقص البي اتش زياده شوارد الهيدروجين شايفين هلا هذا البي سي او 2 كان عند 40 هذا بالدم الشرياني لما ازداد بيك اي زياده فيه بده يزيد التهويه الرئويه هلا هاي زاد التهويه الرئويه بده يزيد التهويه الرئويه فلما بيزيد التهويه لما بيزيد سي او 2 بتزيد هاي شايفين هالعلاقه هاي عفوا هالعلاقه هون هلا زاد البي سي او 2 زادت التهويه الرئويه علاقه بيناتهم مع زياده سي او 2 زياده التهويه الرئويه هذا ما فينا نسميه معناته التلقيم راجع يعني كانه التلقيم راجع ايجابي زاد زياده لا بس انا بشوف عن النتيجه زادت سي او 2 زادت التهويه الرئويه كان النتيجه نقص سي او 2 يعني زياده التهويه الرئويه بتنقص سي او 2 فاي تلقيم راجع سلبي طبعا هلا السؤال لماذا يملك سي او 2 الدموي تأثيرا أكثر فعالية في تنبيه المنطقة الحساسة كيميائيا مما تملكه شوارد الهيدروجين في الدم ببساطة شوارد الهيدروجين في الدم لا تستطيع عبور الحاجز الدموي الدماغي الحائل الدموي الدماغي أو الحائل بين الدم والسائل الدماغي الشوكي غير نفوذ بشكل كامل لشوارد الهيدروجين بينما ثاني اكسيد الكربون يمر عبرهما بسهوله فعندما يرتفع بي سي او 2 في الدم بيرتفع السائل الخلالي في البصري والسائل الدماغي الشوكي وبالتالي بيتشرب يعني بيتحد مع الماء بيتشرب ترتفع شوارد الهيدروجين دور الاكسجين في التحكم بالتنفس ليك في عندي مستقبلات موجودة في قوس الأبهار وفي عند تفرع السباتة بالأجسام هي بالأجسام اللي موجودة بالأورتيك بوديز موجودة في قوس الأبهار وبتفرع السباتة هاي المستقبلات ليك المستقبلات حساسة لا او 2 ولا سي او 2 ولا شوارد الهيدروجين او 2 سي او 2 وشوارد الهيدروجين بتنبها بشكل اسرع بس ضغط الاكسجين بنبها بشكل اقوى بنبها بشكل اقوى يعني الاكسجين بيأثر على هالمستقبلات بشكل اقوى CO2 والهيدروجين بتأثر عليه بشكل أسرع تدور المستقبلات الكيميائية هلا كنا ما نحكي عنها هذيك اسمها مستقبلات مركزية المستقبلات المركزية على شو حساسة بشكل مباشر للهيدروجين اللي بالدم للCO2 هاي المركزية المحيطية المحيطية حساسة للسي او 2 والهيدروجين الحساسه للكل بس الاقوى عليها تاثيرا الضغط الجزئي للاكسجين وهذا الضغط الجزئي بس ينخفض عن ال 60 يعني طبعا هلا لما بيكون ضغط الاكسجين بالدم بقيم معينه بياثر عليه تاثير معين طبعا هالضغط يا بيزيد يا بينقص اذا نقص بزيد يعني بخفف الضغط عنا بتزيد الاشارات وكانه يعني هاي بشكل تاثير بشكل سلبي يعني اذا كان الضغط مثلا 100 ملي متر زئبق او ضغط 95 ملي متر زئبق بخليها تطلق مثلا 10 اشارات بالثانيه صار الضغط تحت 60 صارت الاشارات لا بطيئه اكثر بكثير فإذا أنا ضغط الأكسجين لما بينخفض عن الستين بتزيد هالإشارات لتطلع
من المستقبلة عبر العصب التاسع والعاشر، ليك هاي حصب العصب العاشر وهي حصب العصب التاسع إلى المركز التنفسي. طبعاً كل ما زادت الإشارات للمركز التنفسي بتسرع التنفس، فمعناتها أن نقص الأكسجين بيزيد الإشارات، بيسرع التنفس، بيسرع التهوير يوم. إذن هاي بالنسبة لتنظيم التنفس، في عنا أولاً شيء يعني في شيء عصبانات تطلق إشارات بشكل مستمر تشبه العصبانات بالعقد الجيبي. هالمركز التنفسي له بيولد نظم تنفسي مثل كأنه يعني ما يشابه البيس ميكر بالقلب، تنفس شهيق وزفير لمدة ثانيتين شهيق ولمدة 3 ثواني زفير، فبيعمل 12 مرة تنفس بالدقيقة. طبعا هالتنظيم هالمركز التنفسي كيميائي وغير كيميائي، نحن بس شفنا الكيميائي. الكيميائي تغيرات CO2 وشوارد الهيدروجين والاكسجين في الدم. طبعا هالتغيرات تتراكم بمستقبلات مركزية حساسة لشوارد الهيدروجين ومستقبلات محيطية حساسة للثلاثة بس بشكل أساسي وقوي لضغط الأكسجين، لما بينخفض بتزيد إشارات. إذن هيك بنكون خلصنا جهاز التنفسي. حد عنده أي سؤال لجهاز التنفسي؟ سأل جهاز الطولي أصعب الصعب. جهاز التنفس الصعب ما في صعوبة، بس أنا أعطيكم يعني إياه بشكل مبسط.